هلا غزوان رح يقعد على طاولتنا، رتبها انت بايدك. معيوني بس هو اكيد رح يجي. ولك هلا حكى معي واللي جاي، يلا عنا شغل، الله تحرك. بامرك يا كبير. ماهر. يا معلم. تعال لك شو بدك تساوي. يا معلم انا حافظ هالشي، لا تخاف عليه. اكيد اكيد. فرجينا شوف. يلا. ولك انت شو قصتك ولي؟ ولك عرق الحياة طايق عندك؟ بابا طول بالك، والله القصة مو مستاهلة. انت خليك بحالك، خليك بحالك، ما انت عرق النخوة طايق عندك. بترجاك يا ابو نورس، سامحها هالمرة، خلص بوعدك ما عاد تتكرر. لا، لازم ما يسامحها. أنا كمان غلي الدم بعروقي، ولولا إني ما حبيت إنزاف فرحة ميس، كنت قلبت الدنيا على راسها وراس الحيوان اللي حضر العرس بدون عزيمة. ليش عم تخبص بالحكي؟ ما حدا إجا بدون عزيمة، مع إنه أهله أنا اللي عزمتهم. طول بالك طول بالك حبيبي، انت حسابك بعدين. اسمعي ولي، هذا اخر انذار عليك. انا مستعد الدنيا اتحمل كل شيء لانه يركب لي قرون، فهمتي؟ قسما بالله بذبحك انت ويا ابو حسن، الله ما خلقك. نلا ولي نلا. يلا وانت حبيبي شو قصتك؟ من وقت ما رجعت على البلد وما في شيء عاجبك؟ الله يسامحك. وانتي انتي الله لا يعطيكي عافية على التربية. الله يبارك فيكي وعقبال ولادك ان شاء الله. ان شاء الله انبسطتوا. والله تشرفنا فيكم، كتير مبسوطة. لا لسه ما زارتنا. ايه ماشي ست سميحة، عقبال ولادك. تسلمي تسلمي. بترجاكي تاني مرة ما توافقي بابا على الظلم، لأنك انت شفتيني وبتعرفي ان انا ما غلطت. لا يا ستي غلطتي، وانت متأكدة انه الطريق اللي ماشية فيها مسدودة؟ لا مو متأكدة، وانت كمان مالك متأكدة. شو يعني؟ يعني شو ما صار وشو ما عملتو، انا ومعن مستحيل نترك بعض. وابوكي مستحيل يوافق عليه؟ تاخديه بالإجباري؟ ما بعرف. خرسي! انت فعلا مثل ما قال عليكي ابوكي، شرش الحياة طق منك. ماما انا ما قصدي ضايقك، بس انت بتعرفي كتير منيح انه بابا ما رفضوا لمعن الا لانه ابوه رجال محقاني وما بيرضى بالظلم. خلص بكفي لا تكملي. اصلا انت وابوكي نزعتوا علي فرحتي بميس. امي هلا من الاخر رح تخليني روح ولا لا؟ اذا بتوعديني انك رح تشيلي معي من راسك كل شيء بدك اياه بيصير. يا علينا. صباح النور، اجيت والله جابك. تعال شوف امك. ليكي طلعي من هذا الاسلوب، ما تحاولي. لك شوفي ما بتخليني روح على الجامعه. ليه؟ ما بتعرف يعني؟ لا لا رح تخليكي تروحي هلا. شوفي امك حبابه ولطيفه وما في منها، مزبوط امي ولا لا؟ يا الله بشنيك. بعد شرحي لي يا رب. بدي قد هاي؟ سوي لنا ماشي. خير ابي، صوتك على الموبايل ما كان بيتفسر. خذ دورة. شو هاي؟ قرار محكمة. شو يعني؟ القاضي قرر يسمع الشهود؟ شاهد واحد بس، شير مهران. ايوه، شو الحال؟ ما في حل. إذا ما قدرنا نضغط على بشير مهران وشهد لصالحنا، ضاعت الأرض. خلي سيد غزوان يتدخل. قال ما بيحب يتدخل مع القضاء. شو يعني أبي؟ رح نستسلم؟ لا طبعاً، رح نضغط عليه لحتى هو يستسلم. كيف؟ ابنه مات.